في اليوم العالمي للخدمة العامة، الرئيس السيسي يؤكد دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة. قوة الاحتلال تواصل عدوانها بالقصف على جنوب ووسط قطاع غزة، والدبابات الإسرائيلية تتقدم إلى أطراف المواصي. لبنان ينفي ما ورد في تلغراف البريطانية بشأن تخزين أسلحة وصواريخ في مطار بيروت، ويعلن اعتزام رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص. ودعا الرئيس السيسي خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة إلى تجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام، مؤكدا دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات كأحد أهم سبل الدولة لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا في إطار متابعة جهود توفير مياه الشرب والري بمحافظة السويس وحل مشكلات المناطق الساخنة. الاجتماع شهد مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بجهود توفير مياه الري للأراضي الزراعية في محافظة السويس، وكذلك جهود توفير مياه الشرب وإقامة المزيد من محطات التحلية، وذلك بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والري والشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحي. تناول الاجتماع أيضا متابعة أعمال تطهير الترع بمحافظة السويس في إطار الحرص على ضمان وصول التصرفات المائية المطلوبة للأراضي الزراعية ومواجهة أي عوائق تواجه توصيل المياه إلى المنتفعين. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل الكامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن انهيار النظام العام والسلام في غزة يهدد بشكل متزايد العمليات الإنسانية والعاملين في مجال الإغاثة في القطاع. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة تعمل مع شركائها والأطراف المعنية لمعالجة غياب النظام العام والسلامة، إلى جانب العقبات الأخرى الماثلة أمام الاستجابة الإنسانية ذات المغزى، محملا السلطات الإسرائيلية مسؤولية وصول المساعدات الإنسانية. استشهد 8 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على مقر للتدريب تابع لوكالة أونروا يستخدم كمركز للمساعدات قرب مدينة غزة. في السياق قالت الأونروا إن 69% من المنشآت التعليمية التي كانت تأوي نازحين في قطاع غزة تعرضت للقصف أو لأضرار بشكل مباشر. وشددت الوكالة على أنه لا يوجد مكانا آمنا في قطاع غزة، مطالبة بضرورة توقف هذا التجاهل الصارخ للقانون الإنساني والقيام بالوقوف الفوري لإطلاق النار. نزح مئات الآلاف من رفح الفلسطينية إلى شمال ووسط القطاع هربا من القصف الإسرائيلي. وتسببت درجات الحرارة في زيادة الأوضاع المأساوية التي يعاني منها النازحون.
في جنوب قطاع غزة المدمر، وتحديداً في خان يونس، نزح مئات الآلاف من رفح الفلسطينية إلى المدينة هرباً من القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين. العائلات الفلسطينية حملت أطفالها واضطرت للخضوع للتهجير القسري المتكرر والذي لا يتوقف. الناس جاعت ولا أكل ولا شرب ولا أواعي ولا كسوة، والناس مشحشطة وما حد مبسوط، حتى نص الأكل الناس بتأكله وهو كله نص رمل، حياة يعني حياة جحيم، حياة غير أدمية وواقع مأساوي وسط نقص الماء والغذاء والدواء ومخاوف من انتشار الأوبئة في أنحاء القطاع. الماء بنشربها ملوتة، نفسنا بشربة ماء نظيفة، والله نفسنا بشرب، نيجي نشرب الماء بنشربها زي النار. لم تقي رحلات النزوح الفلسطينيين ويلات العدوان الإسرائيلية، ولم يوفر جنوب القطاع الأمان الذي وعدت به القوات الإسرائيلية، حيث اضطر النازحون إلى العودة مرة أخرى إلى وسط وشمال القطاع. احنا جنوبنا الجنوب أمان، ونزحنا من الشمال على الجنوب للأمان، جينا على الجنوب على الأمان، لقينا الأمان الموت قدامنا بنتظرنا، بنتظر أولادنا، بنتظر بناتنا، بنتظر قرايبنا، الموت لقيناه قدامنا، يعني ما لقيناش الأمان زي ما قالونا في الجنوب، وعدونا في الجنوب في أمان. كما يعاني الأطفال من واقع أليم في ظل عدم توفر الاحتياجات الأساسية وانتشار الحشرات القاتلة. قرصتها والقبر عدل، اللي بتقرصه بموت عدل. ارتفاع درجات الحرارة زاد الأمر سوءاً داخل المخيمات التي لا تستطيع أن تقي الفلسطينيين برد الشتاء أو حتى حرارة الشمس. إن مصر بداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. نقلت وكالة رويترز عن مصادر محلية قولها إن دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدمت إلى أطراف منطقة المواصي التي تضم خيام النازحين شمال غربي مدينة رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة. وقالت المصادر لرويترز إن اشتباكات عنيفة تدور بين قوة الاحتلال وعناصر من حركة حماس بالمنطقة. استشهد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة ومنزلا آخر بمخيم النصيرات وسط القطاع. وأفادت مصادر في قطاع الدفاع المدني ومنقذون أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين قرب محطة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لإصابة آخرين. وتواصل قوة الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,598 شخصا وإصابة ما يزيد عن 86,000 في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الأنقاض. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن جنوده قيدوا جريحا فلسطينيا على الغطاء الأمامي لمركبة عسكرية خلال عملية في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة في انتهاك للقواعد العملياتية. أكد مصدر طبي في مستشفى ابن سينا التخصصي في المدينة أن الشاب ويدعى مجاهد فياض كان في حي الجبريات بمنطقة وادي برقين عند وقوع الحادث. وفي السياق أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن فتى أصيب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس في الضفة الغربية.
قالت الإذاعة الإسرائيلية إن الكنيسة الإسرائيلي سيصوت غدا الاثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون تمديد مدة خدمة الاحتياط في الجيش. من جهة أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحد جنوده أصيب بجروح بالغة نتيجة قصف بطائرة مسيرة في جبهة الشمال. توجه وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة لاجتماع مع مسؤولين أمريكيين. وقبيل مغادرته قال يوآف جالانت إن إسرائيل مستعدة لأي إجراء قد يكون مطلوبا في غزة وكذلك في لبنان، مضيفا أنه سيناقش مع المسؤولين الأمريكيين المرحلة الأخيرة من الحرب في قطاع غزة. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن التأخير في تسليم الأسلحة المتعلقة بحرب غزة سيتم حله قريبا. وخلال اجتماع بالحكومة قال نتنياهو إنه منذ نحو 4 أشهر يوجد انخفاض كبير من إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. قال عضو للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يدعى أحمد مجدلاني إن انضمام وزير الأمن الإسرائيلي لهيئة الأمن المصغرة سيزيد التطرف والإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية ويعزز استمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة. وأشار مجدلاني إلى أن جميع أطراف التحالف في حكومة نتنياهو لهم مصلحة في استمرار هذا التحالف ويدركون أن وقف الحرب يعني الدعوة لانتخابات مبكرة وسقوط هذا التحالف من قيادة إسرائيل. إلى هذا تظاهر أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة أمام وزارة الدفاع في تل أبيب في إطار احتجاجات أوسع تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو والتوصل إلى صفقة لتبادل المحتجزين. وذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أن قادة الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإسرائيلية دعوا لإضراب عام في إسرائيل اعتبارا من 7 يوليو المقبل حتى حل الكنيسة الإسرائيلي وإسقاط الحكومة. في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، تظاهر أهالي المحتجزين الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع في تل أبيب في إطار احتجاجات أوسع تطالب بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين. أهالي المحتجزين اتهموا نتنياهو بعدم الرغبة في التوصل إلى صفقة قائلين إنه طالما يشعر بالاستقرار على كرسيه فلن تكون هناك صفقة ولن يكون هناك حل ولن ينتعش الاقتصاد والدولة دون إسقاط حكومته وذلك على حد قولهم. ونظمت احتجاجات في عشرات المواقع في تل أبيب وفي القدس المحتلة وفي قيسارية حيث منزل نتنياهو وفي حيفا وبئر السبع، وتقاوم حكومة نتنياهو ضغوطا من قبل بلديات الشمال لتحدد موعدا يعود بحلوله السكان الذين نزحوا من ديارهم إليها. شرطة الاحتلال حاولت تفريق المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر حزب الليكود في تل أبيب، وتم تفريق واحتجاز العديد من المتظاهرين المناهضين للحكومة بعد غلق الطرق في شوارع رئيسية. وتشهد إسرائيل أسبوعيا تحركات حاشدة احتجاجا على طريقة إدارة نتنياهو للحرب الدائرة منذ نحو 9 أشهر في غزة، حيث يحمل المتظاهرون لافتات تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، فيما حمل آخرون لافتات تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة. شهد عدد من المدن الأوروبية مظاهرات لدعم غزة خرج فيها الآلاف من المنددين بحرب الإبادة الجماعية على القطاع. أكد المتظاهرون مواصلة التظاهر حتى إعلان وقف إطلاق النار في غزة واحترام حقوق الإنسان لجميع الفلسطينيين.
ووقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني أبرز المطالب التي رفعتها لافتات المتظاهرين في عدد من العواصم والمدن الأوروبية دعماً لغزة وتنديداً بحرب الإبادة الجماعية على القطاع. من العاصمة الألمانية برلين مروراً بميلانو الإيطالية ومالمو السويدية ومانشستر البريطانية وأرهوس الدنماركية وأوفييدو الإسبانية وصولاً إلى العاصمة النمساوية فيينا وغيرها، واصل أصحاب الضمير الحي في القارة العجوز انتفاضتهم من أجل الإنسانية. صحيفة لانويبا إسبانيا أشارت إلى أن المظاهرات نددت بالجرائم وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وأن المتظاهرين أكدوا مواصلة التظاهر حتى إعلان وقف إطلاق النار واحترام حقوق الإنسان لجميع الفلسطينيين. وتتواصل المظاهرات والمسيرات الداعمة لغزة في مختلف مدن العالم منذ أشهر، والتي أتت أكلها في عدد من الدول، حيث أجبرت التظاهرات عددا من الجامعات والحكومات في أمريكا وأوروبا على وقف التعاون والاستثمار مع الحكومة والشركات الإسرائيلية. وما زالت التظاهرات مستمرة حتى تتوقف هذه الحرب الظالمة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع للشهر التاسع على التوالي. استهدف حزب الله اللبناني موقعا عسكريا في شمال إسرائيل ردا على اغتيال قيادي في شرق لبنان، وسط خشية من اتساع نطاق التصعيد بين الطرفين على وقع التهديدات المتبادلة. في المقابل أفاد الجيش الإسرائيلي بأن مسيرة من لبنان اخترقت شمال إسرائيل وسقطت دون وقوع إصابات. وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعا في منسوب التوتر بين حزب الله وإسرائيل على خلفية مقتل القيادي بضربة إسرائيلية. رد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية على ما ورد في صحيفة تلغراف البريطانية بشأن تخزين سلاح وصواريخ في مطار بيروت، قائلا إن المطار يتعرض لحملة تشويه تضر بسمعة لبنان على مدى سنوات. وأضاف حمية أن مطار بيروت الدولي يتعرض باستمرار لتشويش إسرائيلي، مؤكدا أن تقرير صحيفة تلغراف تناول معلومات عن مصادر غير رسمية. كما دعا الوزير السفراء لزيارة ميدان غدا في مطار بيروت، مؤكدا أن لبنان بصدد رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة. أعلنت قوات الحوثي تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع مجموعات مسلحة في العراق استهدفت 4 سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي. وذكر المتحدث باسم قوات الحوثي أنه تم استهداف السفينة شور ثورن إكسبرس في البحر المتوسط باستخدام طائرة مسيرة. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري بريطانية للأمن البحري أن هجوما بطائرة مسيرة ألحق أضرارا بسفينة تجارية على بعد 65 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة في اليمن. وذكرت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم سالمون، مشيرة إلى أن عدم ورود تقارير عن وقوع خسائر. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تدمير 3 قوارب مسيرات خارج أو خاصة بقوات الحوثي في البحر الأحمر خلال 24 ساعة ماضية. ونفت القيادة الأمريكية مزاعم قوات الحوثي بشأن شن هجوم على حاملة طائرات تدعى أيزنهاور. وأشارت القيادة المركزية إلى أن قوات الحوثي أطلقت 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق خاضعة لسيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن، مؤكدة أنه لم يتم إبلاغ التحالف ولا السفن التجارية عن أي إصابات أو أضرار جسيمة. دعا المستشار الإعلامي الإقليمي لشرق أفريقيا في المجلس النرويجي للاجئين كارل شامبري، دعا المجتمع الدولي للتدخل لتسهيل عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى السودان. وطالب المجلس النرويجي كافة الأطراف السودانية باحترام وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، محملا المجتمع الدولي مسؤولية تدهور الأوضاع في السودان. To deliver the aid to those who need it most. The people who fled from Fallujah.
رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي أندريا كارتابولوف إن روسيا وهي أكبر قوة نووية في العالم قد تقلص الوقت المنصوص عليه في السياسة الرسمية لاتخاذ قرار باستخدام الأسلحة النووية إذا ارتأت تزايدا في التهديدات التي تحيط بها. أشعلت الحرب في أوكرانيا أكبر مواجهة بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، فيما قال الرئيس فلاديمير بوتين إن موسكو قد تغير عقيدتها النووية والتي تحدد الظروف التي يمكن فيها استخدام مثل هذه الأسلحة. قال مسؤولون روس إن أوكرانيا قصفت مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم بخمسة صواريخ من طراز أتاكامز التي زودتها بها الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم طفلان. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أربعة من الصواريخ بينما انفجرت الرأس الحربية للصاروخ الخامس في الجو. وقال حاكم سيفاستوبول إن نحو 100 شخص أصيبوا غرق جزايا الصواريخ التي أسقطت. هذا وقد حملت موسكو وواشنطن مسؤولية الهجوم الصاروخي على جزيرة القرم. أعلن مسؤولون أوكرانيون أن روسيا قصفت مبنى سكنيا في مدينة خاركييف في شمال شرق أوكرانيا ما أوقع ثلاثة قتلى وعشرات المصابين. وأعلنت النيابة العامة الإقليمية إصابة 52 شخصا بجروح جراء الضربات من بينهم ثلاثة فتيان. وكان الحاكم الإقليمي قد أشار في وقت سابق إلى أن أطباء يحاولون إنقاذ حياة أربعة مصابين، كما نشر صورا لنوافذ مشتعلة وسيارات وحافلات نقل صغيرة مدمرة من جراء الضربة. أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية تحتفظ بأربع حاملات صواريخ في البحر الأسود وبحر أزوف. وأشارت الهيئة إلى تواجد سفينتين حربيتين في البحر الأسود، إحداهما حاملة صواريخ كاليبر مع ما يصل إلى أربعة صواريخ، وفي بحر أزوف يتواجد ثمان سفن حربية، ثلاثة منهم حاملة صواريخ كروز كاليبر بإجمالي يصل إلى 20 صاروخا. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحرمان نظام كييف من القدرة على شن هجمات على منشآت الطاقة الروسية. أشارت زاخاروفا إلى أن الهجمات الممنهجة التي تشنها نظام كييف على محطة زابوريجيا للطاقة النووية وغيرها من منشآت الطاقة في روسيا تظهر مسارا يؤدي إلى إلحاق أضرار غير مقبولة باقتصاد روسيا. روسيا ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحرمان نظام كييف من القدرة على شن هجمات على منشآت الطاقة الروسية، هكذا حذرت موسكو على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا. وحول الهجمات الأخيرة للنظام كييف، أكدت زاخاروفا أن الهجمات الممنهجة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على محطة الطاقة النووية في زابوريجيا وعلى منشآت الطاقة الروسية الأخرى تظهر سعي كييف لإلحاق أضرار غير مقبولة لاقتصاد روسيا وخلق مخاطر يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة تعرض الأمن النووي للقارة الأوروبية بأكملها للخطر. وأشارت زاخاروفا إلى أن قصف سلطات كييف لمفاعلي إنر هودر يظهر التجاهل التام لسلامة المنشآت النووية السلمية. في المقابل أطلقت روسيا وابلاً من الصواريخ والطائرات المسيرة ألحق أضراراً بمنشآت طاقة في جنوب شرق أوكرانيا وغربها، ما أجبر كييف على استيراد الكهرباء بوتيرة قياسية.
وزارة الطاقة الأوكرانية أكدت أن الهجوم الروسي أصاب أيضاً إحدى منشآت البنية التحتية للغاز في غرب البلاد، مشيرة إلى أنه بعد 8 هجمات كبيرة شنتها موسكو على منظومة الكهرباء منذ مارس الماضي، لا يزال الوضع في قطاع الطاقة صعباً. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن قواتها استخدمت صواريخ بعيدة المدى أطلقت من طائرات وسفن وطائرات مسيرة لقصف مستودعات ذخيرة ومنشآت طاقة، قالت إنها تدعم الإنتاج العسكري الأوكراني. أعلنت مؤسسة روسيخ الحكومية الروسية أنه تم تسليم دفعة جديدة من عربات المشاة القتالية BMP-3 المطورة للجيش الروسي. وأكد المدير التنفيذي لشؤون الأسلحة التقليدية والذخائر في المؤسسة أن المدرعات لديها القدرة على التخفي عن الوسائل التقنية وأجهزة التصويب الحديثة، بالإضافة إلى قدرتها على الصمود أمام نيران الأسلحة الخفيفة والمتوسطة الأعيرة والصواريخ الموجهة المضادة للضبابات. أكد الرئيس الصربي أن حجم صادرات بلاده من الذخيرة وصل إلى 800 مليون دولار على مدار عامين أو ثلاثة. قالت وكالة الأنباء الأوكرانية إن أوكرانيا تسلمت هذه الذخيرة عبر دول غربية أخرى قامت بشرائها من صربيا، والتي أكدت أنها لن تنحاز إلى أي طرف في الحرب الروسية الأوكرانية. ووفقا للرئيس الصربي فإن الأسلحة الصربية أرخص من الأسلحة الغربية، وبالتالي فإن حجم صادرات الذخيرة من صربيا يمكن أن يزيد. أكدت كوريا الجنوبية أن تزويدها لأوكرانيا بالأسلحة يتوقف على تصرفات روسيا. وأوضحت سيول أنه إذا زودت روسيا كوريا الشمالية بأسلحة دقيقة متقدمة فلن يكون هناك أي قيود أمام كوريا الجنوبية في تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت في الأسبوع الماضي أنها ستراجع إمكانية تزويد أوكرانيا بالأسلحة بعد أن وقع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاق يتعهدان فيه بالدفاع المشترك في حالة نشوب حرب. التاسعة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة في على كنيسة ومعبد يهودي في دربنت الروسية. أفادت وزارة الداخلية الروسية بمقتل 6 من رجال الشرطة وإصابة 12 شخصا بعدما فتح مسلحون النار على كنيسة أرثوذكسية ومعبد يهودي في بلدة دربنت ذات الأغلبية اليهودية بجمهورية داغستان الروسية، فيما أكدت الشرطة مقتل 2 من المهاجمين في تبادل لإطلاق النار واشتعال النيران بالكنيسة والمعبد. وكذلك وقع تبادل آخر لإطلاق النار في مركز للشرطة في محجن لقلعة على بعد نحو 125 كيلومترا إلى الشمال على ساحل بحر قزوين في داغستان، وهي منطقة ذات أغلبية مسلمة في جنوب روسيا. وصلت حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية لإجراء مناورات عسكرية مشتركة تهدف إلى مواجهة للتهديدات الكورية الشمالية بشكل أفضل. يأتي الإعلان بعد يوم من استدعاء كوريا الجنوبية السفير الروسي في سول للاحتجاج على اتفاقية دفاعية وقعها الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، وتعهد من خلالها بمساعدة بعضهما البعض في حالة تعرض أي منهما لهجوم.
لم تمض أيام قليلة على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية، والتي نتج عنها توقيع اتفاق أمني استراتيجي بين موسكو وبيونغ يانغ، حتى وصلت حاملة طائرات أمريكية في كوريا الجنوبية. البحرية الكورية الجنوبية أعلنت أن حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية ثيودور روزفلت وصلت إلى مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية لإجراء مناورات عسكرية مشتركة هذا الشهر مع الدولة المضيفة واليابان. تأتي زيارة حاملة الطائرات بعد نحو 7 أشهر من قدوم حاملة طائرات أمريكية أخرى، وهي USS كارل فينسون إلى الجنوب فاستعراض للقوة ضد بيونغ يانغ. ومن المتوقع أن تشارك حاملة الطائرات في مناورات مشتركة مع كوريا الجنوبية واليابان هذا الشهر، ولطالما شجبت بيونغ يانغ التدريبات المشتركة المماثلة ووصفتها بأنها تدريبات على الهجوم. إعلان أتى بعد أن استدعت كوريا الجنوبية السفير الروسي في سول للاحتجاج على اتفاقية دفاعية وقعها الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ هذا الأسبوع، وتعهد من خلالها بمساعدة بعضهما البعض في حالة تعرض أي منهما لهجوم. وفي غضون ذلك انتقدت سول وواشنطن المعاهدة التي أبرمت بين بوتين وكيم، وصفتين إياها بأنها تهديد للسلام والاستقرار في المنطقة، لاسيما أنها نصت على مسألة تسليح الروس لكوريا الشمالية، ما يخالف قرارات مجلس الأمن ويهدد كوريا الجنوبية حليفة الولايات المتحدة. أكد الرئيس الفلبيني فرنيناند ماركوس أن بلاده لن تسمح بترهيبها، وذلك بعد مواجهة عنيفة بين البحرية الفلبينية وخفر السواحل الصيني في بحر الصين الجنوبي. وهذه المواجهة هي الأحدث ضمن سلسلة مواجهات متصاعدة بين السفن الصينية والفلبينية في الأشهر الأخيرة، في ظل تكثيف بكين جهودها لدفع مطالبها في المنطقة المتنازع عليها مع مانيلا. وصل إمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو إلى المملكة المتحدة في زيارة دولة يستقبلهما خلالها الملك تشارلز الثالث. تعد هذه الزيارة الخارجية الثانية لهما منذ اعتلاء ناروهيتو العرش عام 2019، وسيكون الحدث الأبرز خلال هذه الزيارة المأدبة الرسمية التي ستقام بعد غد الثلاثاء في قصر بيرمنغهام. وثارت تكهنات بشأن احتمال حضور الأميرة كات زوجة وارث العرش ويليام. تجري تايوان مناورات حربية سنوية تهدف لمحاكاة قتال حقيقي بالنظر إلى التهديد المتزايد على نحو سريع من الصين. وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع التايوانية إن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في كيفية إجراء التدريبات ومراجعة الخطة القتالية الدفاعية بشكل مستمر على أساس متجدد. محاكاة للحرب الفعلية تجريها تايوان في مناوراتها الحربية السنوية هذا العام، وستهدف إلى محاكاة قتال حقيقي بالنظر إلى التهديد المتزايد على نحو سريع من الصين. وتجري بكين التي تعتبر تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي جزءا من أراضيها مناورات منتظمة حول الجزيرة، وذلك منذ 4 سنوات للضغط على تايبيه لقبول مطالبة بكين بالسيادة بالرغم من اعتراضات تايوان القوية. مسؤول كبير بوزارة الدفاع التايوانية قال إن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في كيفية إجراء التدريبات، وأضاف أنه في السنوات القليلة الماضية تغير تهديد الصين بسرعة، وأشار إلى أنه يجب أيضا مراجعة الخطط القتالية الدفاعية بشكل مستمر وعلى أساس متجدد، حيث أصبحت الحاجة الملحة للتدريب القتالي الشامل أكثر أهمية.
مناورات تايوان والتي يطلق عليها هان كوانغ تستمر 5 أيام، تتضمن تدريبات ليلية هذا العام وعلى غير العادة. سيتم تضمين العاصمة تايبيه أيضا، كما أن العناصر التي كانت في الغالب مخصصة للاستعراض مثل المناورات التدريبية ألغيت. وزارة الدفاع الصينية من جهتها لم ترد على المكالمات الهاتفية التي تطلب التعليق على التدريبات خارج ساعات العمل، وقالت في وقت سابق إنه من غير المجدي أن تعتقد تايوان أن بإمكانها استخدام الأسلحة لمنع إعادة التوحيد مع البر الرئيسي للصين. وأجرت الصين مناورات حربية خاصة بها لمدة 2 يوم حول الجزيرة، بعد وقت قصير من تولي الرئيس لاي تشينغ ده منصبه الشهر الماضي، قائلة إنها عقاب على خطاب تنصيبه الذي نددت به بكين ووصفته بأنه مليء بالمحتوى الانفصالي. نقلت صحيفة نيكاي الاقتصادية اليابانية عن مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية قوله إن الاتحاد الأوروبي يسعى لإقامة شراكات في قطاعي الأمن والدفاع مع اليابان وكوريا الجنوبية بهدف التطوير المشترك للأعتاد العسكري. أضافت الصحيفة أن هذا التعاون سيكون الأول من نوعه والمتعلق بالأمن والدفاع بين الاتحاد الأوروبي ودول آسيوية. ذكرت الصحيفة أن التكتل يأمل في التوصل إلى اتفاق على المستوى الوزاري مع اليابان بحلول نهاية العام، وهو ما يمكن أن يساعد الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروعات مشتركة تديرها شركات يابانية وأوروبية. أظهر استطلاع للرأي أنه من المتوقع أن يتقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا وحلفاؤه في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية التي من المقرر إقامتها في 30 يونيو، وذلك بنسبة 35.5% من الأصوات. وأفاد الاستطلاع بأن تحالف الجبهة الشعبية الجديد المنتمي لليسار سيكون في المرتبة الثانية بحصوله على 29.5% من الأصوات. وتوقع استطلاع للرأي أن يأتي تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنتمي للوسط في المرتبة الثالثة بعدما حاز على 19.5% من الأصوات. عبر المستشار الألماني أولاف تشولز عن قلقه من احتمال فوز اليمين المتطرف في فرنسا في الانتخابات التشريعية المبكرة المرتقبة. أعرب تشولز عن أمله أن تنجح الأحزاب غير المحسوبة على مارين لوبين في الانتخابات، لكنه شدد على أن القرار يعود إلى الشعب الفرنسي. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصلة تقديم المراجعات النهائية المجانية خلال فترة امتحانات شهادات إتمام الثانوية العامة للفصل الدراسي الحالي. وتشهد المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة والتي انطلقت بداية شهر مايو الماضي إقبالا غير مسبوق في جميع المحافظات من قبل الطلاب، حيث تحرص الوزارة على تقديم خدمات تعليمية متميزة لجميع الطلاب بهدف تحقيق أقصى درجات التحصيل الدراسي والتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية. تنظم مؤسسة حياة كريمة عدة فعاليات لخدمة المواطنين الأولى بالرعاية في محافظات مصر المختلفة. في الإسماعيلية نظمت مؤسسة حياة كريمة فعالية فرحة العيد بتجهيز 10 عرائس، بالإضافة لتسليم مساعدات تمكين اقتصادي وحالات طبية. مؤسسة حياة كريمة طول الوقت بتقدم فعاليات مختلفة لخدمة أهالينا الأولى بالرعاية في محافظات مصر المختلفة، ومن ضمن المحافظات دي محافظة الإسماعيلية اللي قامت فيها المؤسسة بتنظيم فعالية فرحة العيد لتجهيز 10 عرايس، بالإضافة لتسليم مساعدات تمكين اقتصادي وحالات طبية.
الحقيقة كان يعني في جو يسود البهجة وردود فعل إيجابية من كافة المواطنين اللي حاضرين للفعالية، وساعدنا بيهم، ودايما إن شاء الله نكون قدر المستطاع على رضا كبير من المواطنين من أهالينا من محافظة الإسماعيلية. نبدأ نعمل أبحاث عليهم في الأشد احتياجا، وبنعمل برنت تأميني وصور بطايق، وبنعمل مرة واثنين وثلاثة واتصالات لغاية ما بنشوف الأسرة اللي أشد احتياجا اللي احنا عاوزين نجهزها. احنا النهاردة متواجدين في فعالية فرحة العيد المنوطة في تسليم أجهزة عرايس من جميع مراكز محافظة الإسماعيلية. فريقنا نزل الشوارع ودور على الأهالي الأكثر استحقاقا، وهم اللي وصلونا ليهم، وهم كانوا السبب إن احنا نعمل فعاليتنا النهارده. ووسط حفل بيسودوا الفرحة والبهجة بين المواطنين، تم تسليم المستفيدين الأجهزة الكهربائية في مشهد بيبين قد إيه تحقيق حياة كريمة الأهداف. أكثر من حوالي 10 عرايس استلموا حاجتهم النهارده، كان طبعا المنظر جميل جدا. وإن شاء الله في دي مش أول مرة، يعني دي أكتر من مرة عملنا الكلام ده، وفي لسه فعاليات كتيرة إن شاء الله جاية بإذن الله. وطبعا بمساعدة المتطوعين النهاردة وبجهدهم ومساعدة فريق بحث الحالات قدرنا إن احنا نوصل يعني للأكثر استحقاقا من القرى المختلفة هنا في الإسماعيلية. نشكر المبادرة التي ساعدت قامت بمساعدتنا مع زواج بنتي، فأنا لا أستطيع القيام بها، فنشكرها ونشكر على كل القائمين عليها إن شاء الله. يوم بعد يوم بيستفيد مواطنين جدد من خلال الخدمات المختلفة اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة طول الوقت، اللي أصبح صداها بيشعر بيه كل مواطن محتاج للرعاية وتقديم كافة أوجه الدعم الاجتماعي والاقتصادي والتوعوي ليهم. والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة، التفاصيل مع سارة النبيب. تفضلي سارة. شكرا إلهام، شكرا أميرة. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. في ظل الموجة الحارة شديدة الارتفاع وزيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، أعلنت وزارة الكهرباء والبترول زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط لساعة إضافية. وأكدت الوزارتان أن قرار جاء حفاظا على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية. أكدت الحكومة أن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة تأتي في إطار جهود الدولة للتصدي والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، فضلا عن التصدي لمشكلات التصحر. جاء ذلك خلال تقرير استعرضته وزارة الزراعة حول ما تم إنجازه ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في مرحلتيها الأولى والثانية، والتي شملت 13 محافظة حتى الآن. وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة يتم تنفيذها في الطرق والجزر الوسطى بالطرق والظهير الصحراوي للمحافظات، بالإضافة إلى نطاق الجهات الحكومية وكذلك مداخل المدن والقرى. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة، والذي يشير إلى أن الإنفاق العالمي على تكنولوجيات الطاقة النظيفة والبنية التحتية في طريقه للوصول إلى تريليوني دولار عام 2024. وأضاف التقرير أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية تقود التحول في قطاع الطاقة، حيث يذهب الآن المزيد من الأموال إلى الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وأوضح التقرير أنه من المقرر أن تستأثر الصين بأكبر حصة من استثمارات الطاقة النظيفة عام 2024، لتصل إلى ما يقدر بنحو 675 مليار دولار. سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية في أولى تداولاتها بعد عطلة عيد الأضحى، مدعومة بعمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد العرب والأجانب، فيما مال تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بختام التعاملات نحو 44 مليار جنيه، ليصل إلى
مستوى 1.837 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 8.5 مليار جنيه. تضمنت تعاملات في سوق السندات وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.8 مليار جنيه. وقفز مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 2.44% ليصل إلى مستوى 27,062 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.93% ليصل إلى مستوى 6,103 نقاط. شملت الارتفاعات أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، والذي زاد بنحو 2.98% ليصل إلى مستوى 8,810 نقاط. في منطقة الخليج قفزت الأسهم السعودية مدعومة بمكاسب واسعة النطاق مع عودة المستثمرين من عطلة عيد الأضحى التي استمرت أسبوعاً، في حين أغلقت معظم بورصات الخليج على انخفاض، وارتفع المؤشر القطري 2% مواصلاً مكاسبه للجلسة 14، وهي أطول فترة صعود منذ نحو عام. في المقابل نزل المؤشر الكويتي 0.3% والبحريني 0.1% والعماني 0.5%. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هايبك إن الصين لا غنى عنها فيما يتعلق بتحقيق أهداف المناخ. وخلال زيارته للصين أكد هايبك ضرورة أن يسمح للصين بتحقيق نفس المستوى من أمن الطاقة مع تقليص عدد محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم. نهاية جولتنا الاقتصادية للتاسعة، والآن عودة من جديد إلى إلهام وأميرة، إليكما. شكرا لك سارة. استأنف مطار مانشستر في بريطانيا رحلاته بعد تعليقها نتيجة انقطاع الكهرباء، ما تسبب في إلغاء وتأخير عدد من رحلات الطيران. وكان المتحدث باسم المطار قد ناشد الركاب بالتواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار. ثالث أكبر مطار في المملكة المتحدة من حيث عدد المسافرين يضطر إلى إلغاء جميع الرحلات والسبب انقطاع التيار الكهربائي. سلطات مطار مانشستر شمال إنجلترا اعترفت بأنها واجهت اضطرابات شديدة دفعتها إلى إلغاء جميع الرحلات المغادرة بعد انقطاع في التيار الكهربائي. سلطات المطار أوضحت أنه رغم عودة الكهرباء إلا أن العطل أثر على أنظمة رئيسية من بينها إصدار بطاقات الإقلاع وتفتيش الحقائب قبل أن يعلن عن إلغاء جميع رحلات المغادرة من المبنيين 1 و2 حتى إشعار آخر. ودعي المغادرون من هاتين المحطتين إلى عدم التوجه إلى المطار والاتصال بشركات الطيران المعنية للاستعلام عن رحلاتهم. واضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية آتية من هيوستن بالولايات المتحدة إلى الهبوط في مطار هيثرو في لندن، بينما حطت طائرة أخرى من سنغافورة في مطار جاتويك في لندن أيضا. كما تم تحويل رحلة تابعة قادمة من مطار أبوظبي إلى مطار برمنغهام. وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طوابير طويلة من الركاب، وتحدث البعض عن فوضى بسبب توقف المطار عن العمل في أحدث أزمة ناجمة عن انقطاع الكهرباء في بريطانيا. والآن متابعة أهم الأخبار الرياضية في نشرة التاسعة. عودة مرة أخرى إليك سارة. شكرا أميرة، شكرا إلهام. مشاهدينا، هذه وقفتنا الرياضية للتاسعة. توج الثنائي علي فرج المصنف الأول عالمياً ونوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً ببطولة العظماء الثمانية للإسكواش. جاء تتويج فرج للمرة الأولى في تاريخه ببطولة العظماء الثمانية للإسكواش بعد التغلب على مصطفى عسل المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 2-0 في نهائي البطولة التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية. على جانب آخر، توجت بطلة العالم نوران جوهر ببطولة العظماء الثمانية للإسكواش بعد التغلب على المصنفة الأولى عالمياً نورا الشربيني بنتيجة 3-1.
بهذا تحقق جوهر لقبها الثالث في البطولة لتصبح أكثر اللاعبات على مستوى العالم تتويجاً ببطولة العظماء الثمانية للسكواش. حصد محمد صبحي لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبية 4 ميداليات في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي المقامة خلال الفترة الحالية في جورجيا. بذلك يتأهل صبحي إلى دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024 التي ستقام خلال الفترة من 28 من أغسطس وحتى 8 من سبتمبر من العام الجاري. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم أسباني بقيادة أليخاندرو مونياز لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 27 من عمر الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المقبل. وذكر الاتحاد أنه سوف يعاون مونياز الحكمان المساعدان دياغو سانشيز وفابيان بلانكو والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه، ويقود سانتياغو لاتاري تقنية حكم الفيديو فار المساعد، ويساعده ميغيل إرياس. حقق فريق الإسماعيلي فوزا ثمينا أمام مضيفه فريق مودرن فيوتشر بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 27 لبطولة الدوري الممتاز. بتلك النتيجة ارتقى الإسماعيلي إلى المركز 12 في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد مودرن فيوتشر عند 38 نقطة ليظل بالمركز 7. يواجه منتخب ألمانيا نظيره السويسري على ملعب دوتش بانك بارك في مدينة فرانكفورت بعد قليل ضمن منافسات الجولة 3 من المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024. يسعى المانشافت لتحقيق فوزه الثالث على التوالي وتحقيق العلامة الكاملة في المجموعة الأولى. أما منتخب سويسرا فقد فرط في فرصة التأهل المبكر بتعادله مع اسكتلندا في الجولة 2، لكنه يمتلك 4 نقاط في المركز 2. وفي التوقيت نفسه على رأس الساعة 10 يواجه منتخب اسكتلندا نظيره المجري على ملعب ام اتش بي ارينا في مدينة شتوتغارت ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من المجموعة الأولى. مواجهات الليلة لا تقبل القسمة على 2 للمنتخبين، إذا أراد أي منهما التأهل لأن التعادل بأي نتيجة يعني خروج الفريقين سويا من الدور الأول للبطولة. نهاية جولتنا الرياضية 9، والآن عودة من جديد إلى إلهام وأميرة. إليك. شكرا لك سارة نديم على هذا العرض. ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الحرارة الحارقة سجلت عبر القارة 5400 رقم قياسي جديد خلال هذا الأسبوع فقط. قالت الصحيفة إن موجات الحرارة الشديدة أظهرت كيف أن ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان جعلت درجات الحرارة الكارثية أمرا شائعا. ومنذ بداية العصر الصناعي أدت الأنشطة البشرية ومعظمها حرق الوقود الأحفوري إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب بنحو 1.2 درجة مئوية. وعن أحوال الطقس من نشرة 9، مرة ثالثة وأخيرة نعود فيها إلى سارة نبيب. تفضلي سارة. شكرا لكما مشاهدينا، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا، ونبدأها من القاهرة العظمى 39، الصغرى
الصغرى 28، الإسكندرية 33-24، مطروح 32-23، بورسعيد 33-23، والإسماعيلية 41-27. ونذهب إلى السويس، السويس العظمى 40، الصغرى 25، العريش 34-22، طابة 39-26، شرم الشيخ 43-32، والغردقة 41-31. ونذهب إلى الأقصر، الأقصر العظمى 44 والصغرى 30، أسوان 45-31، الوادي الجديد 45-29، شلاتين 41-30، وأخيرا حلايب 39-31. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا أترككم مع لقطة واحدة هي الأبرز لهذا اليوم. So wie bei Mbappé und Frankreich spielt auch ohne Maske. Kurs, erste Ecke von Kai Havertz. Außerdem hat der Schäfer gesagt, die Nase sei... وصلنا مشاهدينا إلى نهاية النشرة، لا يتبقى بها سوى التذكير بأبرز ما جاء بها من عناوين. في اليوم العالمي للخدمة العامة، الرئيس السيسي يؤكد دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة. قوات الاحتلال تواصل عدوانها بالقصف على جنوب ووسط قطاع غزة، والدبابات الإسرائيلية تتقدم إلى أطراف المواصي. لبنان ينفي ما ورد في تيليغراف البريطانية بشأن تخزين أسلحة وصواريخ في مطار بيروت، ويعلن اعتزام رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة. انتهت نشرة التاسعة من التلفزيون المصري. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.